ونروح الى وعظات الاوقاف. من ايام كنا يعني قلنا خبر مهم جدا عن مشاركه وزير الاوقاف دكتور محمد مختار جمعه في جنيف في مؤتمر عالمي مهم جدا لمواجهه التطرف. نقل معالي وزير الاوقاف تجربه الوعظات اللي اثارت اعجاب مندوبي دول العالم بالامم المتحده. دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عرض تجربة عمل وعظات الأوقاف وفكرة عمل الوعظات والمربيات معا مع الراهبات من خلال التنسيق مع المجلس القومي للمرأة في العديد من القضايا الوطنية والتوعوية المشتركة فيما يتصل بتعزيز روح التسامح الديني. اللقاء كان بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ونيافة المطران لوقا مطران سويسرا وجنوب فرنسا وممثل للفاتيكان وممثل لمجلس الكنائس العالمي ومجموعة من الحضور. التجربة أثارت إعجاب الجميع أنه إزاي يحصل تعاون وتنسيق ما بين الواعظات والراهبات والمربيات من أجل إشاعة روح التسامح وقبول الآخر وثقافة الحوار. صحيح.